اخواني، الحمد لله رب العالمين. احنا موجودين هلا في معرض كازابلانكا بنمثل دولة فلسطين. هذا شرف كبير انه احنا موجودين في هالبلد الجميلة بناسها طبعا، والحمد لله انه كمان احنا رجويين وبنحب الرجاء الرياضي، وراح نشوف بكره مباراه كبيره بين الرجاء وبين مولوديه الجزائر. منه جينا على المعرض ومثلنا فلسطين، ومنه راح نيجي كمان بكره نمثل فلسطين في دونور، وان شاء الله مربوحه على الرجاء. وشكرا كثير لكم على الاستضافه، وتحياتي للجميع من فلسطيني رجاوي، والحمد لله على كل شيء. وديما رجاء. وديما رجاء. والله مرحبا بالفلسطين عندنا في المغرب، بلدهم الثاني، وهذا الشيء راه ماشي غريب على الشعب المغربي، اللي هو شعب مضياف، وحنا الفلسطينيين راه ديما احباب واصدقاء. وديما رجاء وشكرا. فرصة سعيدة اننا كنتواجهوا اليوم بمعرض دولي لكتاب كازابلانكا، وبالضبط في رواق فلسطيني اللي صراحة الإخوان مشكورين الفلسطينيين، رحبوا بنا بزاف وجابوا الكتب ديالهم اللي كتشوفوها الآن اللي كعرضوها، كتب قيمة. وكنبغي نقول لهم مرحبا بكم في بلدكم الثاني، وديما فلسطين، ديما مغرب، ديما رجاء.